السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم يا الغالين. عندي بس ملاحظة، أنا شاري الموتر في طيمي من الرياض شركة سعد القحطاني إيجار أنت تمليك، حبيت أغير له أركب له كت اللي هو اللحية الأمامية والكت الخلفي. تفاجأت إن الموتر كان أصلا عليه كت، وهذا صدامه وفك من الوكالة أو من المعرض، واتوقع انه من المعرض، وهذا احفروا له على نفس المسامير الاوله مثل ما تلاحظون. هذه المسامير الاوله كانوا سادينها وصابغين الصدامات طلعت مصبوغه كامله، حتى تلاحظون مكان الغره حقهم عشان يسكنون الاداه ويصبغونه. هذا هو الموتر 2016، ما كمل عداده 7000، وزياده على ذلك الموتر مواصفات الموتر انه جلد، يعني زي واحد يشتري موتر يبي مواصفات زينه، قلت جلد خير بركه، طلع الجلد مركب ما هو جلد وكاله. جاني واحد من الشباب قال ما هو وكاله، وراهني وفعلا كسب الرهان، قال وكاله ما يجي هذا مخمل، مستحيل يجيك هذا مخمل جلد وهذا مخمل حق الباب، لازم يكون موتر كامل جلد. وفوق ذلك الشاشه طلعت هذه تجاريه، هم يقولون ان حقه البريمي الكبيره هي اللي تجاري، طلع هذه هي التجاري، والله العالم كلها تجاريات. هذا وانا حاليا في الشارقة، الموتر مشري ب 221000، هذا هو حتى الصدام الامامي. طبعا ما قررت اصور المقطع اللي عقب ما ركبته صراحة، باقي تاكل وتشرب معي، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الموتر ما مشى 7000، جاي الامارات عشان اركب له، والجنوط الظاهر الله العالم الجنوط تجي كبار، هم الوكالة بعد، لكن حسبنا الله. هذا المقطع استفادة للي بيشتري ولا يفكر يشتري، حتى النسافات هذه مركبة من حقة وكالته، يعني طلعوا لي شغلات أنا ما كنت أفكر فيها هذا الموتر، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا المعرض طالع من عند الراجحي نظام تأجير، مطلع من شركة سعد القحطاني في الرياض النسيم، هذا هو. وسلامتكم، والله يغش من يغش المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.